لم يفلح كل من رئيس البرلمان المنتخب مؤخرا محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نجرفان بارزاني بإقناع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالعدول عما يسعى إليه وهي الأغلبية الوطنية عقب نصف الأخير اللقاء بنشر ما يعرف بالقصاصة التي طالب فيها الغرماء السياسيين بالتوجه نحو المعارضة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي أكثر مما هو عليه وزاده تعقيدا. يبدو أنه مشروع الأغلبية الوطنية غير واضح المعالم وأثار إشكاليات كبيرة، لذلك كل الأطراف اليوم لا تمتلك رؤية واضحة حول هذا المشروع أو إلى أين تتجه المعادلة السياسية والمشهد السياسي في العراق، لذلك وجدوا يعني صعوبة في التفاهمات بين الأطراف من جانب الطرف الشيعي حول الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي، بالمقابل أيضا الأكراد لم يجدوا مساحة وهناك اختلاف بينهم على تنصيب رئيس الجمهورية. وبعد تلك المحاولات يرى مراقبون أن الأمور تتجه نحو المجهول، خاصة مع تمسك كل طرف بما يريد وعدم التوجه نحو حلحلة الخلافات من أجل المضي قدما بتشكيل الحكومة. هناك الكثير من المحاولات لإقناع السيد مقتدى الصدر عن العدول عن فكرته بتشكيل حكومة لا تشمل جميع الأطراف، ومن هنا قد تكون الارتدادات سلبية، وقطعا سوف يكون المجهول المستقبل مجهول إلى حد كبير، خصوصا أن هذه الارتدادات أو ما يريده السيد مقتدى الصدر من حكومته الأغلبية سوف تكون على الآثار السلبية ليس على شيعته فقط من خلال الانقسام الذي بدأ واضحا، حتى على الكرد اليوم نرى انقسام واضح حول رئاسة الجمهورية. ولم يحسم البيتان الكردي والشيعي كل على حدة إلى الآن المسائل العالقة بهما، ما سبب تصدعا وانشقاقا داخل الطرفين اللذان يسعيان لنيل أكبر حصة من المناصب بالحكومة الجديدة. ومن المحتمل أن يدفع الصراع الدائر بين الأقطاب السياسية الكبرى لتأجيل أو تأخير تشكيل الحكومة المرتقبة، خاصة مع استمرار الخلاف حول منصبي الجمهورية والوزراء، ينعكس سلبا على الشارع العراقي الذي ينتظر تشكيلها لحظة بلحظة، وذلك لتمرير العديد من القوانين المعطلة والتصويت على موازنة البلاد. من بغداد هشام منعم، اليمن اليوم.